السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الإبداع، دائما معكم أحمد علي من القناة. لو أنت لسه أول مرة بتشوف الفيديو، ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وإن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم في الحلقة الثالثة في أصول مراجعة إدارة، في أصول المراجعة للفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة طنطا. وطبعا كنا شرحنا العديد من المناهج وبنتابع مع بعض قائمة التشغيل. لو انت لسه اول مرة بتشوف الفيديو، بيكون عندنا قائمة تشغيل اسمها اصول مراجعة تجارة طنطا 2019، وطبعا ادارة اعمال دولية 2019 برضو شرحنا منها الحلقة الاولى، والحلقة التانية هتنزل برضو خلال ساعات. تمام، ياريت الناس تشترك في القناة عشان يوصلها كل ما هو جديد. نبدأ كده على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب مع بعض صفحة 39. تمام، أول حاجة هنبدأ نتكلم عنها في صفحة 39 هي الأهداف. تمام، الأهداف أنا عندي نوعين من عندي أول حاجة الهدف العام من المراجعة. إيه الهدف العام من المراجعة؟ يعني إيه الهدف العام من الشركة تعمل عملية، أو مجلس الإدارة يعمل عملية مراجعة للقوائم المالية، أو المساهمين يجيبوا ناس تعمل عملية مراجعة للقوائم المالية؟ هنلاقيها في صفحة 39 أول سطرين بالتحديد. الناس تركز معانا، هنلاقيها في صفحة 39 في كتاب أصول مراجعة الجديد الفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة طنطا. بيقول لك الهدف العام من عملية المراجعة هو إيه؟ هو تعزيز. الناس تركز يا جماعة، المادة نظري وإحنا بنحاول نبسطها. الهدف العام من عملية المراجعة إيه؟ هو تعزيز درجة ثقة المستخدمين المستهدفين للقوائم المالية. ويتم ذلك من تحقيق إبداء الرأي عن القوائم المالية اللي بيتم إعدادها. بمعنى صح، يعني مجلس الإدارة أو الشركة بتعمل القوائم. طيب أما هي بتعمل القوائم، في المستثمرين أو المقرضين أو أطراف خارجية هم المستخدمين لعملية للقوائم المالية. هو بيضيف للقوائم المالية للشركة عملتها، بيبدأ يعزز لها، بيخلي لها قيمة. أما يعمل لها عملية مراجعة يبقى كده إيه؟ في مصداقية من القوائم اللي تم إعدادها من قبل الشركة. تمام، وإحنا نركز على التعريف اللي إحنا كنا قلناه المرة اللي فاتت، إن الشركة هي المسؤولة عن إعداد القوائم. طيب مين المراجع هدفه إيه؟ هدفه تعزيز المراجع، بيبدي رأي فني عن مدى صحة وعدالة القوائم المالية. طيب يبقى الهدف العام من المراجعة هو إيه؟ هو تعزيز ثقة المستخدمين للقوائم المالية. بيتم ذلك من إيه؟ من عمليات المراجعة. تمام؟ يبقى الهدف العام من عملية المراجعة هو إيه؟ هو تعزيز درجة ثقة المستخدمين المستهدفين. تمام، تمام. طيب الهدف، الأهداف العامة للمراجع للشخص بقى نفسه، هنلاقيها كده في نص الصفحة في السطر رقم 1 2 3، هنلاقيها في السطر التاسع من الآخر. الأهداف العامة للمراجع، هنلاقي ألف. ألف هي عندنا إيه؟ الحصول على تأكيد معقول بشأن خلو القوائم ككل. القوائم لازم تكون كل القوائم من أي أخطاء جوهرية. وإحنا كنا في الفيديوهات السابقة قلنا يعني إيه الحصول على تأكيد معقول وتأكيد مؤكد. الناس ياريت الفيديوهات الأولانية كانت من ضمن الأساس اللي إحنا شغالين بيه. تمام، يبقى أول حاجة رقم ألف هي الحصول على تأكيد معقول بشأن خلو القوائم المالية. المالية القوائم المالية مش مثلا ما قلتش قائمة حلوة وقائمة وحشة، لا، بشأن خلو القوائم المالية ككل، يعني قائمة الميزانية، قائمة الدخل، تدفق النقدي، قوائم كل توزيعات الأرباح، قائمة حقوق الملاك، قوائم المختلفة. تمام، تمام. رقم ب هي إعداد التقارير عن القوائم المالية وتوصيلها حسب ما تطلبه معايير المراجعة.
لازم يعمل بعد ما يعمل عملية المراجعة بيطلع التقارير، تمام؟ بيطلع التقارير بناء على ايه؟ اهي يبقى تأكيد معقول وإعداد التقارير. يبقى الأهداف العامة للمراجعة هي ايه؟ تأكيد معقول وإعداد التقارير. طيب إعداد التقارير هو بيعمل تقارير ازاي؟ أنواع التقارير لازم نكون عارفينها: تقرير إيجابي، تقرير متحفظ، تقرير عكسي. الامتناع عن إبداء الامتناع عن التقرير ولكن مع ايه؟ مع ذكر الأسباب. يعني ما يمتنعش عن التقرير كده من نفسه، لازم يذكر الأسباب. تمام. كده احنا خلصنا صفحة 39، نخش على صفحة 40 على الإجراءات. تمام. طيب نبدأ كده بقى، ندخل على ايه؟ على الإجراءات. أول حاجة يا جماعة، الكتاب منصب على المراجعة السنوية وليس الدفترية، زي الدكتور ما قال. الكتاب منصب على المراجعة السنوية وليس الدفترية، ده ممكن يكون سؤال لحضرتك. هل المراجعة اللي بتتم في الدراسة ديت مراجعة إيه؟ مراجعة سنوية وليست دفترية. تمام. ليه الدكتور في أي كلمة ممكن يقولها ممكن تكون محل امتحان؟ لانه الدكتور بيشرح المختصر المفيد في نص ساعة، فالحاجات دي ممكن تكون عارفها بس كده ان شاء الله. يلا بقى نتكلم على الاجراءات، هنلاقيها في صفحة 40 في التلت الثاني من الصفحة. طيب هنبدأ نتكلم عن الاجراءات وملخصهم ايه. ملخص الاجراءات ست اجراءات عندنا. اول حاجة نعرف كده عن ايه اجراءات المراجعة بدماغك كده. لو قلنا مثلا اجراءات تصليح السيارة، يعني ايه اجراءات تصليح السيارة؟ هو كل ما يقوم به الميكانيكي مثلا من اجل اصلاح السيارة، ده تعريف الاجراءات، مثلا اجراءات تصليح السيارة. طيب اجراءات المراجعة، نبدأ نركز كده مع بعض. هدف المراجعة ايه؟ ابداء رأي فني. اما يبدأ رأي فني لازم يكون بناء على ايه؟ على دليل. طيب يلا كده نجيب مع بعض من اول اجراءات المراجعه. اجراءات المراجعه يبقى هي ايه؟ هي كل ما يقوم به المراجع للحصول على ادله اثبات كافيه. بس ليه؟ هو هدفه ايه؟ هو عايز يبدي راي فني. طيب اما يبدي راي فني لازم يكون عنده ادله او اثباتات عشان يبدي الراي على اساسها. يبقى الاجراءات المراجعه تعريفها ايه؟ تعريفها هي كل ما يقوم به المراجع للحصول على أدلة إثبات كافية. مع بعض كده، الإجراءات المراجعة هي كل ما يقوم به المراجع للحصول على أدلة إثبات كافية. طيب يعني إيه إجراءات المراجعة؟ نبدأ كده نشوف إيه هي إجراءات المراجعة. أول حاجة الجرد الفعلي. الجرد الفعلي هيكون لمين؟ للعناصر الأصول الملموسة. الحاجات دي معانا يا جماعة في صفحة 40 في الشوية المكتوبين دول، بس ده ملخصهم. الناس تركز معايا عشان انا بنشرح كل حتة لوحدها. تمام. اريد الناس تشارك الفيديوهات وتشترك في الجروب الخاص بالقناة، الجروب اسفل الفيديو، عشان ما نقعدش بقى كل شوية ننزل فيه جروبات والبوست يترفض واللي يتقبل وشين كده يعني. تمام. واريد الناس تعمل اشتراك يا جماعة، لان الترند بتاع الاشتراكات بايظ. طيب اجراء الجرد، اول حاجه من ضمن الاجراءات هي الجرد الفعلي. الجرد الفعلي لمين؟ للاصول الملموسه. الجرد الفعلي للاصول الملموسه، يعني بتعمل جرد فعلي للالات، للمخزون، للحاجات ديت، للاصول الملموسه. الناس تركز، للجرد الفعلي للاصول الملموسه. يعني مش هينفع يعمل جرد فعلي للشهره، مش هينفع يعمل جرد فعلي مثلا لحقوق الامتياز. تمام. يبقى الجرد الفعلي للايه؟ للاصول الملموسه. تمام. طيب اتنين، المصادقات. يبدا يطلب مصادقات من الاطراف الخارجيه. يعني ايه يطلب مصادقات؟ يعني انا مثلا مراجع، تمام، وحضرتك او حضرتك الشركه اللي بعمل لها مراجعه. طيب ما انت ليك عملاء وليك زباين وليك موردين. انت مثلا مجلس الاداره بيقول لي احنا لينا فلوس عند فلان كذا وفلان ليه فلوس عندنا كذا. انا مش هاخد من الكلام بالشفوي، انا باخد الاطراف اللي هو في الدفاتر اللي عندي وببعد ابعت لهم جوابات بالرصيد المديونيه اللي عليه، سواء هيرد عليا بالقبول او بالرفض. يبقى اسمه ايه؟ طلب المصادقات. طلب المصادقات بتبدا تبعت جوابات للعملاء برصيد المديونيه. تمام.
رقم 3 إعادة تنفيذ العمليات. إعادة تنفيذ العمليات دي ممكن تكون حالة نادرة شوية، إعادة تنفيذ العمليات يعني يبدأ يعمل هو جرد فعلي تاني، تمام؟ يعني هيبدأ يعيد تنفيذ عمليات الجرد الفعلي، أو يبدأ يبعت مصادقات مرة تانية، تمام؟ تلاتة ديت اللي هي العمليات، هي إعادة تنفيذ العمليات. رقم 4 يبدأ يعمل استفسارات من المديرين والموظفين، يعني يبدأ يعمل استفسارات وهكذا، من الاستفسارات يعني يعمل استفسارات من مين؟ من مدير القطاع المالي، مدير القطاع الإنتاج، الموظفين، رؤساء الورديات، كل ديت حاجات ممكن بيبدأ يستفسر. 5 مراجعة تحليلية. طيب المراجعة التحليلية ديت عايزين نفهمها مع بعض كويس، تمام؟ يعني مثلا وليكن عن اللي هي مراجعة تحليل الاتجاه، 2009 مثلا كان بيبيع بواحد مليون، 2010 كان بيبيع باتنين مليون، 2011 كنا بنبيع بتلاتة مليون، طيب في 2012 فجأة في قفزة تمت ما بين التلاتة مليون بقينا نبيع بتسعة مليون. لازم يحلل الاتجاه، يقول يا اما المبيعات ديت اثرها حلو او اثرها وحش، اللي هي القفزه اللي تمت من 3 ل 9، وايه اسباب النط من 3 ل 9. ممكن تكون مثلا قسم التسويق اشتغل كويس على نفسه، المنتج زاد، شعبيه المنتج زادت، وهكذا. ابدا يقول بقى تحليل الاتجاه والاسباب اللي ادت الى القفزه من 3 مليون الى 9 مليون، تمام؟ فحص الأنظمة. هيفحص الأنظمة إيه؟ هيفحص الأنظمة الرقابية، الرقابة مثلا على الإنتاج، رقابة الجودة، فحص الأنظمة، يعني هيفحص أنظمة الرقابات، تمام؟ تحليل الاتجاه نرجع له تاني بقى عشان نبقى واخدين بالنا، بيعبر عن مدى معقولية البند، تمام؟ بيعمل عملية اتجاه عشان يبدأ إيه معقولية البند، تمام؟ تمام كده خلصنا شوية اللي بصفحة 40. احنا خلاص قدامنا على الفصل صفحة بالظبط، صفحة والفصل الأول يخلص، تمام؟ تمام. رقم في صفحة، نبدأ بقى نخش على التأكيدات الخمسة للقوائم المالية، ونعمل عليها تطبيق عملي بسيط كده، يعني زي اللي اتعمل في المحاضرة. يلا كده بقى نخش على التأكيدات الخمسة للقوائم المالية. نبدأ بقى نفتكر كده، بيقول لك هنا يتحقق الهدف العام للمراجع من خلال عدة أهداف. طبعا عايزين نفتكر كده مع بعض إيه الهدف العام للمراجع. الهدف العام للمراجع وليس المراجعة هو الحصول على تأكيد معقول وإعداد تقارير. طيب عشان يحصل على تأكيد معقول ويبدأ يعد التقارير، التأكيدات أو الخمسة اللي هيبدأ يعملها؟ يلا كده نشوف مع بعض واحدة واحدة، وهنضرب مثال عملي اللي اتذكر فيه المحاضرة. الناس بتبعت، بس بنعتذر جدا إن الحلقة اتأخرت، ده طبعا أسباب بقى ظروف الحادث رمسيس اللي وقع في يوم الأربعاء. طبعا المفروض كنا ننزل الحلقة يوم الأربعاء، بس ظروف اللي حصلت في البلد، ظروف نفسية طبعا، الواحد كان متضايق، فبنعتذر يعني عن ان الحلقة ما نزلتش يوم الاربعاء. النهاردة الجمعة ان شاء الله بنسجلها يا جماعة، وهتنزل ان شاء الله. نبدأ بقى ندخل على التأكيدات الخمسة للقوائم المالية، صفحة 41. وبعد ما خلص التأكيدات الخمسة للقوائم المالية كده تم انتهاء الفصل الأول، ومن أول صفحة 41 لحد 49 قراءة للإطلاع. احنا أخيرنا جماعة دلوقتي في الشرح بالنسبة للفصل، يعني صفحة 41 ومن أول 41 لحد الآخر قراءة للإطلاع. طبعا احنا هنخلص صفحة 41 وندخل على الفصل الثاني لأن الدكتور عمله يعني، تمام؟ يا ريت لو وقت الفيديو بيكون طويل، احنا طبعا وقت الفيديو بتاعنا ممكن يكون من 30 ل 40 دقيقه، لو وقت الفيديو طويل يا ريت الناس تنبهني بس بالكومنتات ان ايه اقسم مثلا المحاضره على 2 فيديو، تمام؟ عشان نكمل بس. يلا عشان نكمل،
اول حاجه نجيب صفحه 41، هنلاقي التاكيدات الخمسه للقوائم الماليه. اول حاجه الف بيقول لك الوجود. يعني ايه الوجود؟ الوجود او الحدوث، يعني المراجع بيبدا يتاكد من الاصول والتزامات الشركه موجوده فعلا. تمام، المراجع بيبدا يتاكد من ان من وجود اصول والتزامات الشركه وحقوق الملكيه في تاريخ القوائم. يعني يبدا يشوف الاصول، هل مثلا الاتي اللي مثبته عندي في القوائم الماليه اللي عدتها الشركه اربع سيارات، انزل اعمل اشوف الوجود واتاكد منه والاقي ثلاث سيارات، يبقى ده كده ايه، لازم يعمل عمليه تاكيد. طيب الالتزامات، هم كاتبين لي رصيد القروض ب 20 مليون، ويوم وساعه ما عملت مصادقات البنك رد عليا ان رصيد القرض ب 15 مليون، يبقى كده في فرق في الالتزامات. طيب يبقى كده، وبيبدا يتاكد من وجود الاصول والتزامات الشركه وحقوقها الملكيه في تاريخ اعداد القوائم. تمام، يبقى خلصنا من اول واحده اللي هي الوجود. ندخل على اثنين، الشمول والاكتمال. تمام، واحدة واحدة كده مع بعض عشان نشوف الدنيا ماشية ازاي. الشمول والاكتمال يعني ايه؟ يعني المراجع بيبدأ يتحقق هل جميع العمليات، هل كل العمليات اللي تمت اتسجلت فعلا دون نقص ولا لا. يعني المراجع بيتأكد الشمول والاكتمال، هل تعريف الشمول والاكتمال يا جماعة، هل كل العمليات اللي تمت اتسجلت بالفعل ولا لا دون نقص. تمام. ثلاثة، الملكية الحقوق والالتزامات، بيتأكد من الأصول الظاهرة هي أصول فعلا مملوكة للشركة. تمام، بيتأكد الملكية هل أصول الشركة موجودة فعلا، مثلا زي المخزون، زي الآلات، زي السيارات، بيبدأ يتأكد هل هي موجودة فعلا ولا لا. يعني هل هي سوري الملكية هي التأكد من ان الأصول اللي في القوائم المالية هي فعلا مملوكة للشركة. طيب ممكن ينزل يعمل جرد للملكية، ممكن يلاقي مثلا ب 3 مليون مخزون واحنا ثابتينها عندنا في الدفاتر 5 مليون. طيب ممكن يكون فرق ال 2 مليون عند شركة شقيقة بس بضاعة أمانة، او بضاعة أمانة مديها لأحد الموزعين عشان يبدأ التوزيع، بس هي كده كده أنا اللي بمتلكها. تمام، لازم بقى بيجيب ايه، الإدارة بتديله ما يفيد ان في مثلا مقدار 2 مليون بضاعة أمانة مع الموزعين، طبعا مثبت وحاجات مثبتة بعقود. تمام، ندخل بقى على الأربعة اللي هي صحة التقويم. المراجع بقى بيبدأ يتحقق من ايه، من صحة تقويم الأصول وفقا لما تتطلبه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. يعني صحة تقويم الأصول ممكن جرد، ممكن اللي هي الإهلاك، ممكن صحة تقويم الأصول ممكن يكون شغال بإعادة تقييم كل سنة للأصول حسب بقى الإهلاك وأنواعه، اللي ماشي بيها إهلاك متناقص، إهلاك قسط ثابت، وهكذا. خمسة، العرض والإفصاح، بيبدأ يتأكد من إن عناصر القوائم المالية ماشية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. يعني العرض والإفصاح بيشوف هل القوائم المالية اللي تم إعدادها ديت ماشية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ولا لا. تمام، كده نكون انتهينا من الفصل الأول، وكده من معانا من أول القيود الملازمة لحد آخر الفصل قراءة باهتمام. الناس تركز لأن ما تشرحتش، بس إيه، قراءة باهتمام. تمام. هنبدأ بقى ندخل على الفصل الثاني. وطبعا يا جماعة الفصل الثاني الدكتور طارق راضي أكد على أهمية الفصل الثاني، وقال إن 20% من الامتحان هتكون من الفصل الثاني. تمام، 20% من الامتحان في الفصل الثاني. يلا نبدأ كده على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم في الفصل الثاني.
هنجيب مع بعض صفحة 62. بعتذر يا جماعة، في حاجة بس في الفصل الأول هنوضحها الأول، والفصل الثاني هنبدأ ننزل له حلقة لوحده لأن المثال اتشرح في المحاضرة. بنعتذر جدا يا جماعة. هنبدأ بقى نشوف المثال العملي اللي اتشرح فيه، ومش مثال عملي خالص، هو مثال يعني للتوضيح. تمام. الناس تركز معانا كده يا ريت، الله يرضى عليكم. تمام. هنا كنا اشتغلنا على ايه؟ على المخزون السلعي. تمام. مخزون السلعة مثلا وليكن عندي ب 400 ب 4000. تمام. هبدأ بقى الإجراءات اللي أنا ببدأ أتخذها للإيه؟ لضحات الخمسة. ببدأ أشوف ال 4000، هل أول حاجة بعمل جرد فعلي. تمام. بعمل إيه؟ جرد فعلي. بعمل ال 4000 دول مخزون جرد فعلي. ورقم 2 الشمول، بتأكد من إن كل الوحدات أو كل المبلغ الظاهر في الميزانية ظاهر، اللي هو في المبلغ المثبت في الوحدات ديت موجودة ولا مش موجودة. طيب رقم 3 الملكية، الحصول على شهادة من الإدارة تفيد ملكية المخزون اللي هو عند مين، يا إما بتاعي يا إما سايبه بضاعة أمانة. طيب 4 صحة التقويم. يعني ايه صحة التقويم؟ يعني شوف بقى أنظمة الجرد اللي أنا شغال بيها وأنظمة البيع اللي أنا بشغال بيها. طيب تمام. صحة التقويم. طيب صحة التقويم هتودينا للحتة اسمها مبدأ الحيطة والحذر. نركز يا جماعة على مبدأ الحيطة والحذر لأن ده اتشرح وفي الامتحان. تمام. مبدأ الحيطة والحذر هو انك بتاخد الخسائر المحتملة وما تاخدش الارباح. فهمنا كده مع بعض؟ مبدأ الحيطة والحذر، بتبدأ تاخد الخسائر المحتملة وما بتاخدش الايه؟ الارباح المحتملة. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا عندي، ثانية واحدة كده، التكلفة مثلا، التكلفة عندي ولتكن 100,000 لأحد السلع. تمام. تكلفته 100,000 وسعر السوق كام؟ سعر السوق وليكن، ثانية واحدة نظبطها ونشغل تمام. احنا عندنا هنا ايه؟ مثال مهم جدا يا جماعة، ممكن يجي لك في الامتحان ده، تطبيقا على مبدأ اسمه الحيطة والحذر. تمام. انا عندي التكلفة 100,000. تمام. انا عندي التكلفة كام؟ 100,000 والسعر السوقي 130,000. اثبت المخزون عندي فيه، نبعد بقى عن الحتة دي، ملناش دعوة بال 4000 دول. تمام. ننسى ال 4000 دول، احنا في مثال تاني خالص. التكلفة عندي مثلا ب 100,000 وسعر السوق عندي ب 130,000. طيب المخزون السلعي اثبته بأي رقم في الدفاتر في الميزانية؟ نركز مع بعض لان ده موضح سؤال. انا عندي التكلفة 100,000 وسعر السوق كام؟ وسعر السوق 130,000. اثبت انهي سعر عندي في الميزانية؟ احنا بنمشي بمبدأ ايه؟ هنمشي بمبدأ اسمه الحيطة والحذر، بناخد الخسائر وبناخدش الارباح. يبقى انا هثبت مبدأ المقارنة هنا، يبقى انا هاخد الخسائر، يبقى انا هاخد السعر الاقل. اما يجي لك التكلفة 100,000 وسعر السوق 130,000، هتثبت بالمين في
في الميزانية هنثبت بالمبلغ الأقل، ببدأ أقارن مين الأقل، 100 ولا 130، وآخد أيهما أقل، يبقى هبدأ آخد مين؟ 100,000. تمام. طيب لو التكلفة كانت ب100,000 زي ما هي، تمام. طيب وسعر السوق كان بكام؟ كان ب80,000، تمام. التكلفة كانت عندي، دي حالة تانية يا جماعة، التكلفة كانت ب100,000 وسعر السوق كان بكام؟ كان ب80,000. طيب كده هاخد بأنهي سعر، في المية ولا التمانين؟ يلا كده مع بعض هخلي مين في هخلي مين عندي هنا في الميزانية، هثبت مين في الميزانية بالأرقام، هشوف أيهما أقل طبقا لمبدأ الحيطة والحذر، يبقى هبدأ أخد مين؟ ال80,000. أخد سعر السوق لأن سعر السوق أقل، تمام، طبقا لمبدأ اسمه ليه؟ الحيطة والحذر. وهبدأ أعمل حاجة اسمها مخصص هبوط أسعار، هو الفرق ما بين التكلفة وسعر السوق، هو الفرق ما بين التكلفة وإيه؟ وسعر السوق. يبقى إذا نستخلص حاجة هنا، الفرق ما بين التكلفة وسعر السوق يسمى مخصص هبوط للأسعار. بكده الحمد لله نكون انتهينا من الفصل الأول، وطبعا تم شرح أول 5 صفح في الفصل الثاني. إن شاء الله أو نخلص الحلقة دي ونبدأ فيهم على طول. لو أول مرة تشوف الفيديو ياريت تشترك في القناة وتشير كل الفيديوهات عشان يوصلك كل ما هو جديد. في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.